يبدو أن المعاناة في هذا البلد لا راحة لها أبدا، وقد انتزعت منه الراحة لتكون الانتزاعة أبدية. فسوق النبي يونس بجانب مدينة الموصل الأيسر تعتاش عليه مئات العوائل، كما أن الحركة فيه لا تنقطع أبدا. تحول من سوق للتبضع إلى مكان أشبه بمكب للنفايات، ولا حياة لمن تنادي لأصحاب القرار. والله طبعا أكيد ما راضين على الحالة، لأن أولا نحن يعني عندنا شغلة يعني من تفشي الوباء اللي يصير والانقاض ونشوف الحالة، وثانيا قطع الرزق، يعني شو نرضى على الحالة ونحن على أبواب عيد وموسم وكل لنا عوائل على البسطات فقراء وأهل المحلات، فأكيد ما نرضى على الحالة. يا أخي أنت فلش السوق النبي، لغيت على السواقي كلها ما السوق النبي، أنت غير تسوي لك شغلة بديل ساقية بديلة للسوق النبي، هاي صارت كلها ساعتها تقرب تعال خيصة. المناشدات طرقت مسامع بلدية الموصل للتدخل العاجل وإنقاذ الموقف، فالمنظر لا يليق بسوق شعبي له تاريخه على أمد بعيد، إضافة لما تسببه هذه النفايات من أمراض قاتلة ومعدية تفتك بأرواح الناس، خصوصا وأن السوق مقبل على أيام عيد وحركة تجارية قوية، فالمنظر يجبر الناس على التوجه لأسواق أخرى للتبضع، وهذا ما يتسبب بخسارة فادحة لأصحاب المحل. الحالة اللي نشوفها أبدا مو مرضي للمواطنين، وتعرف بأنه أكثر المحلات اللي هنا بسوق النبي عليهم أكثر من عائلتين ثلاثة يدفعون إيجارات، والسوق ازدحام ما تستوعب المواطنين اللي يعني أنت تتوقع هالكم الهائل من المواطنين اللي بداخل السوق، والوضع يعني أتمنى من بلدية نينوى تتدخل وتحل المشكلة بأسرع وقت ممكن. يعني أغلبية أهل البسطات وأهل المحلات ما راضين على هذا الشغل، فيعني عاد تخشى انت بعينك عاد تصور وتخشى على الوضعيه، يعني امراض على الشكل عندنا وبكتيريا واوساخ ومياه يعني اسنه، يعني هاي كلها مكب من النفايات صار سوق النبي، فاحنا غير راضين يعني على هذا العمل. المفروض يعني يسرعون بالعمل، يعني يشتغلوا ساعه زمان باليوم ويقعدوا 23 ساعه، يعني ما كاك الشغل. المشروع وبحسب بلدية الموصل جاء لتعبيد شارع السوق وإظهاره بمظهر أجمل مما كان عليه، ولكن الاستئناف بالعمل سيكون ما بعد عيد الأضحى المبارك. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائية.